عندنا خبر سعيد في الاسبيتاليا، احنا كسبنا المركز الاول في مسابقة بودكاست اريبيا اللي كان بينظمها موقع بودكاست اريبيا الجزائري. واللي كان مشارك فيها يوتيوبرز من كل المنطقة العربية. الموقع بيدعم اليوتيوبرز العرب وبيقيم بينهم مسابقات من وقت للتاني. الاسبيتاليا شاركت بفيديو عن سرطان الثدي. مهم جدا لو لاحظتي اي عرض من الاعراض او اي تغير تاني عن حالة الثدي الطبيعية الخاصة بيكي تتوجهي لأقرب طبيب متخصص بدون اي تأخير. المرحلة الاولى كانت بلجنة التحكيم والمرحلة التانية كانت بالتصويت، فانتم كنتوا سبب ان احنا نكسب ونعدي المرحلة التانية وناخد المركز الاول، فشكرا جدا جدا لدعمكم. الكلام ده كان من فترة طويلة لكن النتيجة لسه ظاهرة قريب، فحبينا ان احنا نشكركم جدا جدا ونقول لنفسنا وليكم وللسبيتاليا الف مبروك، وعقبال مسابقات كتير جاية ونكسبها كلها وناخد المركز الاول فيها كلها. شكرا كمان للقائمين على المسابقة ولجنة التحكيم والمشرفين على الموقع، فشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم.